صباح الخير من جديد. فقراتنا صباحية بالدنيا عيد مكملة معاكم اليوم، أو هلأ فقرتنا رح تكون فنية. دويتو جمع بين الفنانة الفلسطينية ليان بظلميط مع مغني الراب حسام أزا. بدنا نرحب فيهم، نعرف أكثر عن هالأغنية وعن الفيديو كليب كمان اللي أطلقوه. أهلا وسهلا فيكي ليان، كيف حالك؟ كل عام وأنت بخير. الحمد لله وأنت بألف خير يا رب، وكل عام وكل المشاهدين بألف خير. بدك أحكي عن الأغنية؟ بدي ارحب اول شيء بحسام. رحبي. كيفك حسام؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك، شو اخبارك؟ انت بخير وانتم بألف خير. كيف العيد معاكم اول شيء؟ جميل، حلو. ايش عملتي اول يوم؟ بالبيت، ما طلعت يعني مع الاهل. حسام كيف كان العيد؟ طلعت على الرمثة عند الاهل، زرت نسايبي بسحاب، فأردني كله، لفيت الأردن كله. يلا ممتاز، كل عام وأنتم بألف خير. الدويتو الجديد اللي عملتوه، اسم الأغنية هي على بالي. يس. فأول إشي كيف صار التعاون بينك وبين حسام؟ أنا وحسام صحبة من 6 سنين، من زمان يعني، صحبة عشرة عمر. فبعد ما رحت على ستار أكاديمي، هو كان أوريدي لسه يعني عنده ألبومز ومنزل أشياء وعامل هيك، فبس رجعت اقترحنا من زمان إنه نعمل أغنية، فلقينا الوقت المناسب انه نبلش فيها بهاي الفتره اللي نزلنا فيها الاغنيه. كان تعامل حلو وسهل، مش إشي جديد يعني، حسام صاحبي من 6 سنين، فكان إشي حلو يعني من قبل. انتوا بتغنوا مع بعض بس ما دائما يعني كنا كل ما نطلع هيك نقعد نغني، هو راب انا عادي اغني عادي وهيك، فكان يعني في كيمستري بيننا اوريدي، فكان إشي حلو. حلو. yes. طيب حسام، احنا قبل هالمرة استضفناك بدنيا دنيا وتعرفنا عليك كمغني راب، بس احكي لي كيف كمان التعاون، كيف شفت التعاون مع ليان وكيف الأغنية؟ يعني حسيتوها انه الأغنية ضربت؟ الأصداء حلو يعني، الناس عجبتهم، وستايل جديد كمان، ويعني كيف بدي اقول لك، هسه انا وليان قالت انه احنا صحبة، فكانت انه إشي يعني سهل. اكثر من أغنية، انه something between us، انه لازم نعمل إشي مع بعض وهيك. فكانت حلوه. كانت ايش حلوة. موضوع الاغنيه على بالي انه يعني زي ما بتغزلوا بعض، اثنين بحبوا بعض وهيك، فاه يعني أوكي. تغزلوا بعض، وانجليزي وعربي، هي فيها انجليزي وعربي، وليان مقطع العربي. حلو. طيب هلا هي الاغنيه نزلت مع الفيديو كليب تاعها، وين صار تصوير الفيديو كليب؟ بالدتسي وببعض المناطق بشوارع عمان يعني، ومطاعم بعمان. يعني احنا تعمدنا انه نصور هون، احد الاسباب انه نشجع السياحه يعني في الاردن، فكان إشي كثير حلو يعني، الدتسي كثير حلو اللي هون، فحبينا نورجي الناس انه عندنا اشياء حلوه وعمان يعني شوارع عمان كبيره. كمان شوي رح نشوف الفيديو كليب، بس سؤالي انه عاده الفنانين بنزلوا الاغنيه بيستنوا اذا الاغنيه ضربت بيعملوا لها الفيديو كليب، بس انتم ليش عملتوها على طول؟ يعني ليش الاغنيه نزلت مع الفيديو كليب على طول؟ واثقين واثقين مش واثقين هو يعني الفيديو كليب هو يعني 50% من الأغنية، إذا بتنزلها أوديو لازم تكون كثير ضاربة صح، بس هو كمان إنه عشان أنا وليان كثير صحبة تعمدنا نعمل فيديو كليب كمان عشان الناس يشوفوا وينبسطوا عليها. أوكي حلو. طيب خلينا نشوف الفيديو كليب اللي صوروه ليان وحسام بأغنية على بالي، خلينا نتابعه. حياتي بدونك مستحيلة، وما في غيرك على بالي.
فرحان من يوم ما شفتك يا غالي ما في غير صورتك بخيالي واسمك دايما على بالي من حبك يا ويلي يا محل نهار وليل حياتي بدونك مستحيلة ما في غيرك على بالي your heart and you still my Sabine cause I ain't lying damn baby you so fine in the field you're my reality my heart drops down like the Dead Sea either give me the and let's see L.A.M. will test me baby you so perfect and I know that you deserve it always on it yeah you're worth it like a fire yeah you're burning got the jump you won't get dizzy cause how is it the honey got it malik nasi halik illi bali huwa bali my mind night and day I'm trying to find a way I've got a lot to say please don't push me away حلو ألف مبروك كثير حلو ثانك يو الله يبارك فيك مين مخرج العمل ناجي سلامة المخرج ناجي سلامة صح سلامة اسمه الأستاذ ناجي سلامة وال والسوبرفيجن كان من كارو أراراد يعني هو عمل معهم الاثنين وهي من كلمات وألحان محمد الزعبي أخوي الكبير أو من إنتاج شركة نغمة فرح فوز فن يعني حلوة وعجبتك يعني كثير حلوة حلو. كثير عجبك الحمد لله يعني أول مرة هيك بشوف إطلالة خلينا نقول سواء أردنية أو فلسطينية هيك ميكس. جديدة ومرحة وكثير حلوة طيب ليان احكي لنا عن آخر أعمالك صورتي مسلسل موسيقي اسمه دوريمي وراح يتم بثه قريبا سون فاحكي لنا كيف كانت التجربة أول تجربة إليك كانت بالتمثيل بصراحة كانت إشي كثير حلو أنا أول مرة كنت بمثل كان عندي عقدة بستار أكاديمي من التمثيل كنت دائما أتبهدل بالكلاس فجربت حظي يعني كان قرأت السكريبت بعتوا لي إياه وشفته إشي ميوزيكال فلفت نظري فقلت بجرب حظي بما أنه ميوزيكال أنا أوريدي إشي بحبه فقلت ممكن يعني أكون منيحة فيه فبالفعل رحت وبوجه تحية لمخرجنا سلطان خسرو وبعيد عليه كتير شاطر لدرجة طلع فينا كلنا إشياء في حياتنا ما توقعنا إنه نقدر موجودة. نعملها حلو يعني it was really nice و experience حلوة كتير حسيتي حالك بتزبطي بالتمثيل يعني بتقدري تمثلي شو رأيك حسام بعرف أمثل ما شاء الله عليه أنا هيك بحسك تزبطي يعني التمثيل إذا بكسر الخجل والخوف أي حد بيقدر يمثل وعملت هذا الإشي قدرت إني أقيم الخجل والخوف طبعاً من مساعدة المخرج لأنه كتير شاطر فإن شاء الله أعيدها يعني حلو ممكن أعيدها بتحبي لو... إنك ترجعي تعيدي تجربة تمثيل يس بس إذا كانت نفس الكواليتي تبع دوريمي مش أي إشي يعني حلو يس. ممتاز طيب حسام إحنا شفناك وعرفناك كمان بس. من خلال أغاني الراب اللي غنيتها مع الفنان الأردني حسين السلمان فأحكي لنا كيف كانت هالتجربة وشو الأغاني اللي غنيتها مع الفنان غنيت يابي مع حسين السلمان وعجبت الناس كثير وهلأ كمان سجلت أغنية معاه اسمها بلشت تحلو نزلت هسه صار لها يعني أسبوع في بالراديو وهيك وإن شاء الله رح أسجل أغنية وطنية كمان مع أخوي محمد الزعبي راح نكتبها ونعمل هيك ونعمل إشي للأردن للمنتخب الأردني إن شاء الله يعني الأغنية الوطنية راح تكون أغنية راب يعني يس راب راب وفيها ميكس من الشمال يعني الرمثاوي مجوزه هيك ف ان شاء الله يعني حلو حلو ممتاز نتمنى لك كل التوفيق Thank you. ليان لازم نستغل وجودك غني لنا وبعدين راح نسمع كمان حسام ايش بدك تغني لنا اغني لكم أغنيتي الله يصبرني عليك مش عم صدق كلمة منك نظراتك عم تحكي عنك صاير حبي آخر همك ضاع الدفى من إيديك يمكن انت مستخبيني يمكن حاسسني مسكيني حطيت بقلبي سكيني ومشكلتي موت عليك الله يصبر
ركز باللي في عينيك واضح مثل الشمس. الله يصبرني عليك الله يقويني بس. ركز باللي في عينيك واضح مثل الشمس. انا بعت الدنيا ليك حاول مرة تحس. الله يصبرني عليك. مش معقول ما شاء الله شو بحب صوتك انا عشان هيك يعني مع انه هي ليان الصبح عم تقولي انا ما بدي اغني عشان صوتي بس لازم اسمع صوتك ما بقدر. كثير حلو صوتك ما شاء الله عليكي. طيب عم بتحضري لاغنيه خليجيه قلتينا بعد العيد احكي لنا عنها هاي الاغنيه. الأغنية من ألحان ملحن اللي أنا كتير بحبه كويتي حمد القطان بسلم عليه بقول لك العام أنت بألف خير وكل الشعب الكويتي أكيد. ومن كلمات الشاعر عبد الله الشامي وإن شاء الله رح تكون من توزيع الموزع العراقي اللي أنا كمان كتير بحبه حسام كامل. اسمها أنا علمك يعني بتحلف بالكويتي بس يعني أنا بورجيك كتير حلوة. أول مرة بغني ستايل إنه أنا القوية في دائماً الله يصبرني عليك وببكي وحزينة هالمرة لا إشي قوي وفعلاً أغنية كتير حلوة وكتير قوية وأنا كتير متحمست لها وسوري كتير إني أجلتها كتير وكتير وكان مفروض من زمان أنزلها بس ما قدرت لظروف كتيرة بس بإذن الله بعد العيد رح أروح على دبي وأسجلها هناك. حلو. طب وأول تجربة إلك بالخليجي كمان كيف شفتيها تجربة الخليجي؟ بصراحة أنا من بعد ستار أكاديمي يعني من 3 سنين معظم الأغاني اللي بغنيها وبسمعها وبحبها صار خليجي صرت يعني أدكتد على الخليجي فحبيتها وحسيتها قريبة مني كتير فإن شاء الله تعجب الناس زي ما عجبتني وصاري كثير انه تاخرت عن جد مش مشكله مسامحينك رح نستناها ان شاء الله بعد العيد. طيب حسام ايش في عندك مشاريع مستقبليه؟ الاغنيه يعني هسه قاعدين نسجل فيها هي الوطنيه وهوفلي سمثينج انترناشونال بعد ما اعمل فان بيس هون عالمي ايوه عالمي بعدين نعمل إشي عالمي ويحبوا الأردنية والكل إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ عملت تجربة دوتو مع ليان عملت كمان مع الفنان حسين السلمان. مين في هيك فنانين أو فنانات بتطمح إنك أو بتحب إنك تغني معهم؟ فنانات صراحة أحسن إشي أنا يعني ليان وشكله بعدها ما في. ما في بعد ليان. لا أوفلي بس لا صوت ليان بجنن ما شاء الله عليه وإذا بينا يعني حبيت الإكس. الاكسبيرينس بتعيد هالاكسبيرينس معي اكيد وانا كمان بعيدها وكثير انبسطت معاه وان شاء الله ما رح تكون اخر مره انا متاكده ان شاء الله رح يكون في كثير اشياء بيني وبينه لقدام. حلو. طيب قلتي لنا انك بتحبي تغني خليجي غني لنا شوي. حاضر. عيونك. والله لا اخذ حقي منك واقلب الدنيا عليك يا اللي زدت القلب علا لا تظن اني بديك والله والله لا اخذ حقي منك واقلب الدنيا عليك يا اللي زدت القلب علا لا تظن شكراً إليك. شكراً إليك على الصوت الحلو. إيش في إليك حفلات بالعيد؟ بالعيد صراحة هاي السنة لأني كنت ما كنت عارفة أني رح أكون هون كنت مفكرة أني رح أكون بدبي لأنه كان عندي كم عرض مسرحية بالعيد الماضي سوبر آر فكان مفروض نكمل العروض بهذا العيد بس تأجلت لأسباب يعني في المسرح فما قبلت ولا أي أوفر وراحت علي. خليني معكم عوضتها معكم أكيد حبيبتي. طيب أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق. شكراً لك مغني الراب حسام. تفضل كلمة بدي أشكر الأستاذ محسن جابر عشان يعني اليوم راح تبلش تنبث الأغنية والأستاذ محمد المجاري صاحب مؤسسة الأمل يعني ساعدوا في انتشار الأغنية أكيد. كثير يعني أهم إشي شكر لأبوي الدكتور فاضل عشان هو اللي بساهمنا وبساعدنا أنا وليان وبحب الفن كثير كمان فهي هوبتس ساعدنا في الأغنية. أنا كمان بحب أوجه تحية كثير كبيرة للدكتور فاضل
احكي له ثانك يو سو ماتش اول شيء. يعني شيء كثير حلو قد ايه عم بدعم ابنه وقد ايه انا دعمني واعتبرني مثل بنته، فشكرا كثير له والله يكثر من امثاله يا رب ان شاء الله. وانا بدي اتشكركم، بدي اتمنى لكم كل التوفيق. انتوا عملتوه كثير حلو، نتمنى انه يرجع ينعاد كمان مره. وليان اكيد كل التوفيق لكم، نستناكي بالمسلسل ان شاء الله اللي رح يطلع جديد لحتى نشوف كيف. اكيد انا متاكده انك رح تكوني شاطره ان شاء الله بالتمثيل. وكمان حسام الزعبي بنتشكرك، شكرا لك، كل التوفيق لكم. اهلا وسهلا فيكم.